السلام عليكم، مين في شي واد اموات؟ ان شاء الله راح عند لكم دجاج محمر بالشامبينيون والزيتون، يجي روعه هذه الوصفه. هذه واش راح نحتاجوا في هذه الوصفه؟ طرف تاع الدجاج حسب الرغبه، حبيبه تاع الطوماطيش مسكرفجه، حبيبه تاع البصل مسكرفجه، زوج في الصوص تاع الثوم، شويه تاع الزيتون بالعظم. انا هذا دائما نديرو في الماء، ما نغليهش، نديرو في الماء ونبدلو الماء حوالي 5 خطرات، وشويه تاع الشامبينيون معلب. صفيتو من الماء وشللتو، وها هو امامكم. شويه تاع المعدنوس راح نحتاج، فلفل الاسود، شويه تاع سكنجبير، زنجبيل، ولا موتارد. نبداو بطريقه. هنا المعدنوس تاعي نحطلو هذاك البصل مسكرفج، يعني غابي مرابي، نزيد له حبيبه تاع طوماطيش. كيما نعرفو الطوماطيش والبصل هي اللي تخلينا الدجاج تاعنا ولا اللحم، وهاد الطريقه تقدروا تطبقوها حتى مع اللحم، حتى هو راح يجي روعه. اذا واش ندير؟ نسكرفج له صوص تاع الثوم حوالي 2، نبعو شويه، الطريقة. اذا نحكم هذاك الدجاج تاعي نحطو لهنايا، ندلهم الملح، نحسب الدجاج تاعنا، ندلهم سكنجبير. نعرفو انو سكنجبير يتماشى بزاف مع الذوق تاع الدجاج، ونديرو فلفل اسود. نديرو لا موتارد، يعني حوالي نص مغرف كبيره تاع لا موتارد، وندير معاهم شويه تاع الزيت، حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت. ونخدم هذا الدجاج بيدي مليح في هذيك التتبيله. هنا تقدروا هذه التتبيله تخلوها في الدجاج الثلاجة تاعكم حتى تشرب مليح، كما تقدري تعمليها مباشرة في الفرن. اذا نخلط مليح باش يتخلط هذاك الملح والتوابل ولا موتارد مع الدجاج تاعنا. كما قلت لكم تقدروا ديروها مام مع اللحم، راح يخرج روعة. اذا نحكم الموتاعي اللي يدخل للفرن، ندير طرف تاع الدجاج تاعنا، نستفهم بهذه الطريقة، نحط هذاك البصل والطوماطيش نعملوه لأنه هو اللي حيطلقنا لاصوص. الآن واش ندير؟ نحكم هذوك الحبيبات تاع الزيتون عشوائيا في المول تاعنا. الطريقة ونحكم الشامبينيون تاعي حتى هو عشوائيا. من بعد كي يطيب راح يطلق لنا البنة تاعو، يشرب كامل البنة تاع الدجاج والبصل والثوم. الان واش نعمل؟ نحكم بابي الومنيوم، نغلف الامور تاعي، وندخلو للفوق على 180 درجة لمدة ساعة، نفقدو إلى ستو مازال ما طابش، نعاود نرجعو للفوق إلى ستو طاب نحيه. اللحم راح ياخدلكم حوالي ساعتين، الدجاج حوالي ساعة، ساعة وعشرين دقيقة، على حسب يعني الأطراف اللي درتوهم وعلى حسب الكمية. هنا فقط نصيحة، هنا تقدري تجهزي هاد المول تاعك تاع الدجاج وتحطيه في الثلاجة، يعني الا عندك الضياف ولا قد توجديه كيما اليوم غد من داك طيبيه، او توجديه الصباح في الحشة طيبيه. المهم يعني هاد المول يعني بزاف عملي،
وان شاء الله جربوها. اذا انا راح ندخله الفرن على 180 درجة لمدة ساعة، 29 دقيقة، حتى يطيب لنا الدجاج تماما، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا انا ها هو المول تاعي، خرجته من الفرن، دالي حوالي ساعة وربع. الان واش راح ندير؟ راح نحي البابي الومنيوم، راني نحيته، نشعل الفرن من الفوق، نحمر الطرف تاع الدجاج تاعي فقط ونحيه. اذا ها هو الدجاج تاعي بعد ما خرجته من الفرن، شوفوا كيفاش يطيب، يعني شعلت له على الوجه تاعو يعني ما بقى حوالي 10 دقائق فقط. ها هو الدجاج، يعني ما شاء الله عليه، تقدروا تدوي معه بطاطا او رز. شوفوا اللي يعني يجي فيه لاصوص، ما يجيش ناشف. عندك بسلوطه ماطش طابت، عندك الزيتون طلق البنه تاعو مع الشامبينيو، والدجاج تاع طايب، يعني جا طايب روعه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. اذا ها هي الوصفه تاع اليوم واجده معنا، طبقوها بالدجاج ولا باللحم. فقط اللحم راح يدينا يعني الوقت حوالي ساعتين، الدجاج دالي حوالي ساعة وربع. ولا عرفتكم الوصفة تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لافيديو، تشاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.